مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. وصل الظهر اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في أعمال القمة الطارئة للاتحاد الأفريقي حول التبادل التجاري بين دول القارة الأفريقية. عايشة خليل البلاد. بدعوة رسمية من الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي بول كاغامي لعقد اجتماع استثنائي لرؤساء دول وحكومات القارة في كيغالي، وصل في التمام الرابع عصرا بالتوقيت المحلي لمدينة كيغالي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وكان في طليعة مستقبله وزير البيئة لدولة رواندا فينسا بروتا. عقب مناصرة الاستقبال الرسمي حيا رئيس الجمهورية عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين الرواندين، وكان في استقباله ايضا وزير الخارجيه الشادي السيد شريف محمد زين الى جانب سفير تشاد لدى شبه الاقليم السيد مهدي عثمان ابراهيم. ونشير بان هذه الزياره لرئيس الجمهوريه الى دوله رواندا من اجل المشاركه يوم قدم الاربعاء في القمه الاستثنائيه لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بشان التجاره الحره للمنطقه القاريه الافريقيه، وهو اجتماع يهدف الى اطلاق منطقه التجاره الحره رسميا للتبادل القاري. وبصالون كبار الشخصيات فخامه رئيس الجمهوريه إدريس ديبي إتنو ووزير البيئه الرواندي ووزير الخارجيه شريف محمد زين والسفير الشادي لدى شبه الاقليم مهدي ابراهيم تطرقا الى التعاون المشترك القائم بين البلدين وسبل تعزيز العلاقه الثنائيه القائمه بين انجمينا وكيغالي. كما تناولا ايضا موضوع القمه الاستثنائيه، حيث تمنى رئيس الجمهوريه إدريس ديبي إتنو النجاح الباهر لهذه الخطوه، ونشير بان القمه الاستثنائيه لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بشان التجاره الحره للمنطقه القاريه الافريقيه التي ستنعقد يوم قدم 21 من هذا الشهر الجاري سيشارك فيها حوالي 27 رئيس دوله افريقيه وممثلي بعض الرؤساء ووزراء من مختلف البلدان الافريقيه ورجال الاعمال، هذا بالاضافه الى الوفد المرافق لرئيس الجمهوريه في هذه الزياره. وفور وصول كيغالي فقد التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد. كان ذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي شريف محمد زين. وعن فحوى اللقاء فقد تحدث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد قائلا في ميكروفون الزميلة عائشة خليل بلال. غدا كما تعلمون في قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي وتخص فتح الحدود من أجل التجارة داخل القارة الإفريقية. هذا المشروع مشروع محوري في الأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. وتشاد معروف موقفه من أجل التضامن والوحدة الإفريقية، وتشاد من الدول التي مستعدة لإمضاء هذا الاتفاق. إذا أطلب من كل الدول الإفريقية، لأن هذا مشروع مهم جدا ممكن يسمح حرية التجارة، فتح الحدود، وذلك يسهل التنقل والتجارة داخل القارة الإفريقية. السوق الإفريقي حوالي 1,200,000,000 نسمة، وهذا السوق صراحة كبير يسمح لكل الأفارقة، وممكن الاستثمار الذي نجلبه من هذه في هذا الإطار يسمح لأن نحل مشكلة البطالة خاصة عند الشباب، ونسمح خاصة للنساء الكادحات عشان نلقوا فرصة للتنمية واستقرار هذه القارة. الضمان أول النية والنية السياسية. إذن ضروري أن الدول الإفريقية والقادة الأفارقة يأخذوا مسؤوليتهم أمام التاريخ، لأن هذا مشروع محوري يسمح ممكن تنقل تغير كافي في داخل القارة. إذن أطلب من الدول، من رؤساء الدول، أن كلهم يمضوا هذا الاتفاق ويعتمدوا من البرلمانات عشان في بداية 2019 يكون سائر المفعول بإذن الله. وقبل مغادرة البلاد فقد التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بكل من رئيس مؤسسة دانغوتي الحاج أليكو دانغوتي والسيد بيل جيت رئيس مؤسسة بيل وميليندا جيت. وقد دار اللقاء حول الطرق الكفيلة لاستئصال شلل الأطفال في البلاد خاصة في منطقة بحيرة تشاد. رشاد حسن صالح.
لقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مع السيد بيل غيت رئيس مؤسسة بيل إميليندا غيت والسيد الحاج أليكو دانغوتي رئيس مؤسسة دانغوتي اللذين جاء إلى البلاد بغرض مساعدتها وتقوية علاقة الشراكة بينهما في مجال محاربة مرض شلل الأطفال والسعي للتخلص منه. اللقاء الذي حضره وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح ومعاوني فخامة رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني ناقش فيه الطرفين طرق دعم الملتقى الوطني حول التطعيم ضد شلل الأطفال بحكم أن تشاد تقدمت كثيرا في هذا المجال. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو أكد بدوره جهود البلاد في مجال الصحة وخاصة محاربة شلل الأطفال بغرض الوصول إلى القرى والأقاليم الأخرى وتحسين صحة الأطفال وتوجيه الحكومة للتصدي له وحماية الأطفال التشاديين منه. وقال دانغوتي رئيس مؤسسة دانغوتي: نحن نسعى لحماية الأطفال بأفريقيا ضد مرض شلل الأطفال باعتباره مرض يعيق حياتهم، مضيفا بأننا نعمل لرفع زيادة مادة التطعيم وحمايتها. Well, it's just add what Bill Gates said, you know, apart from improving the... مع فخامة رئيس الجمهورية بحثنا الجهود المستقبلية التي أكد لنا فيها دعمه للنضال ضد شلل الأطفال والتخلص منه للوصول إلى الهدف الذي نرمي إليه وخاصة المناطق ببحيرة تشاد. رئيس الجمهورية أكد لنا نيته في هذا المجال ونحن سعداء بذلك. رئيس مؤسسة بيل إميليندا غيت السيد بيل غيت أكد مساعدة الحكومة التشادية باعتبارها شريكا فاعلا، مشيرا بأن البلاد تسير على الطرق الصحيحة للنضال ضد هذا المرض. لقاؤنا مع رئيس الجمهورية ركز في طرق التخلص من مرض شلل الأطفال والسعي للوصول إلى أبعد حد للقرى والمناطق البعيدة بغرض تطعيم الأطفال من هذه المرض بالإضافة إلى الجزر وحماية المادة التي يطعم بها لتصل لمن يستحقها. حماية الأطفال من مرض شلل الأطفال شأن الجميع، وإن تشاد وضعت أولوية قصوى لمحاربة هذا المرض والتصدي له عبر عملية التطعيم بالإضافة إلى العملية التوعوية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة. لليوم الثاني على التوالي ما زالت تتواصل أعمال المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسة الدولة، حيث يعتمد المشاركون اليوم اللوائح الداخلية للمنتدى، وذلك بحضور معالي رئيس الوزراء فهيمي فركي البير. رمات جبرين أنجيني. عقب مناسبة افتتاح أعمال المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية التي ترأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو شخصيا، جاءت المرحلة الثانية على حسب البرنامج العام لإدارة وتنظيم أعمال المنتدى الوطني الشامل، وهي اعتماد مشروع اللائحة الداخلية. لائحة تم قراءتها بأسلوب واضح، مما سمح للمشاركين بطرح حزمة من الأسئلة لأعضاء لجنة التنظيم بحذف إيضاح وتفسير بعض النقاط التي وردت في المادة الثانية المتعلقة باختصاص المنتدى، والمادة الرابعة الخاصة بالمراقبين وهم الشخصيات المرجعية، وكذا المادة العاشرة المتمثلة في مجلس رئاسة المنتدى. جميع هذه الملاحظات اعتبرها رئيس اللجنة التنظيمية محمد علي حسن بأنها إضافة قوية تنصب في إطار الاهتمام بمستقبل البلاد. هذا ومن ضمن الاقتراحات المقدمة من أغلب المشاركين القيام بانتخاب لجنة جديدة لإدارة أعمال هذا المنتدى، وعلى ذلك تم انتخاب أعضاء اللجنة الجديدة يترأسهم نور الدين دلوا كسيرا كوموكاي، والتي لم يتأخر طويلا في القيام بتقديم كلمة مختصرة مفادها أن الخطأ أو الفشل في مثل هذا المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية يعتبر خطأ تاريخي يحاسب عليه من قبل الأجيال القادمة،
وفي هذا الصدد يتطلب منا التفكير معا لتغيير الصورة العامة للبلاد. أعضاء اللجنة الجديدة التي تتكون من 15 عضوا، ولتوضيح أكثر فإن هذه اللجنة ضمت كافة أطياف المجتمع التشادي، وجرت هذه التعديلات والإجراءات الجديدة بحضور رئيس الوزراء فهيمي باتاكا البير. أيضا ضمن أنشطة المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة الذي بدأت أعماله أمس، فقد عد الزميل محمد حسن آدم الورقة التالية حول بعض المشاورات الجانبية وأهمية المنتدى الذي جمع أبناء البلاد من الخارج والداخل. اعتبر الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة منبرا للتبادل والتفاكر وكذا التعارف والتلاحم بين المشاركين القادمين من مختلف مدن أقاليم البلاد وخارجها. هذا وبجانب الأعمال والجلسات الرسمية للملتقى، نجد العديد من المشاركين يجتمعون في فترة الاستراحة على شكل جماعات وكتل للتشاور والتباحث خارج الصالة المخصصة لمداولات أعمال الملتقى، لا سيما أروقة قصر الخامس عشر من يناير، وأن الشغل الشاغل هو مسألة اختيار أعضاء رئاسة الجلسة احتراما لجدول أعمال الملتقى. هذا وكما أن الصالة رقم 143 والتي هي بمثابة سكرتارية اللجنة المنظمة للملتقى، فكل الأنظار تتجه نحو هذه الصالة لمعرفة آخر المستجدات. النساء أيضا من ناحيتهن اجتمعنا للتشاور والتنسيق من عجل المطالبة بحقوقهن للمشاركة الفاعلة بجانب إخوانهم الرجال في أعمال هذا الملتقى. وبعيدا عن أعمال الملتقى وبرنامجه الرسمي، فقد أطيحت الفرصة للمصورين والمشاركين بالتقاط الصور الفوتوغرافية التذكارية، هذا ما يسهم في توفير الدخل المالي للمصورين. ونشير إلى أن اللجنة المنظمة للملتقى أخذت في الاعتبار الجانب الصحي والأمني، فإن لجنة الصحة والأمن ماضية على قدم وساق لتقديم الإسعافات الأولية للمشاركين. من أمس جزكا اليوم دكي كانا جرشانس كمالي من جزكا ناس والدين دي مجراز دي مش فاتيك يعني وسوبي وجع انا جسمي توتال دوت كابوت وبورتال كان انتم ميديكامان. ونشير إلى أن يوم غدنا الأربعاء سيتم مناقشة المحور الأول والخاص بإصلاح شكل الدولة والأجهزة الحكومية.